فراخوان ارتش آزادی سوریه به سازمان ملل برای آزادی هرچه سریعتر هفت گروگان اشرف. بیانیه شورای نظامی دمشق و هومه به نمایندگی از سوی ارتش آزادی سوریه. سرهنگ خالد الحبوس، فرمانده شورای نظامی انقلابی دمشق و هومه. ارتش آزادی سوریه قتل عام مجاهدان اشرف به دست نیروهای جنایتکار مالکی را محکوم می کند و به سازمان ملل برای تأمین امنیت و حفاظت ساکنان لیبرتی و آزادی هرچه سریعتر هفت گروگان فراخوان می دهد. ما در ارتش آزادی سوریه از خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به خاطر مواضع عادلانه و ایستادگیش در کنار خلق سوریه علیه رژیم جنایتکار فاشیست سوریه تشکر می‌کنیم. جنایتکار یکیست، چه در تهران باشد، چه در دمشق، یا در حومه بیروت، یا در بغداد. همه جنایتکاران توسط باند جنایتکار حاکم بر ایران اداره و رهبری می شوند. رحمت خدا بر شهدای قهرمان اشرف و بر شهدای قهرمان سوریه و لبنان. بسم الله الرحمن الرحیم. بیان المجلس العسکری فی دمشق و ریفها حول جریمة النظام العراقی فی مخیم اشرف. من يراقب سير العمليات الإجرامية في المنطقة وخاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران يكتشف أن ثمة تنسيقا كاملا بين الأنظمة الدينية الفاشية في إيران وسوريا والعراق وحزب اللات في لبنان، حيث أن هناك غرفة عمليات مشتركة تخطط لهذه الجرائم، وتجلى ذلك مؤخرا في تنفيذ الهجمة الكيماوية في ريف دمشق وتفجير المساجد في طرابلس لبنان والهجوم على معسكر أشرف للاجئين في العراق، وما الهجوم الأخير على أخوتنا الأبرياء في معسكر أشرف إلا حلقة من حلقات نظام المالكي الطائفي في العراق المدعوم من قوات الحرس الثوري لنظام الملال الإجرامية. إن ضحايا وشهداء معسكر أشرف الأبرياء عاشوا في العراق بمواثيق دولية تابعة للأمم المتحدة واحترموا سيادة العراق وشعبه، لكن قوات نور المالكي وبأوامر من نظام الملال في إيران لم تحترم هذه المواثيق والمعاهدات، فقطعت الغذاء والماء والكهرباء عن المخيم ثم اقتحمته فجرا وقتلت العشرات منهم واختطفت سبع. إننا في المجلس العسكري في دمشق وريفها وبالنيابة عن كافة تشكيلات الجيش السوري الحر ندين هذا الإجرام الشنيع الذي أودى بحياة الأبرياء واختطاف النساء، ونؤكد على بيان أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الصادر في 2 أيلول عام 2013 الذي جاء على لسان رئيسة إيران المنتخبة السيدة مريم رجوي، والتي وصفت هذه الجريمة التي نفذتها الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وعملائها في العراق بأنه وجه آخر لجريمة القصف الكيماوي للنظام المجرم في سوريا، كما وصفته بأنه حلقة من حلقات الإجرام المخطط لهذه الأنظمة الفاشية، ودعت الأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها حيال ذلك. إننا في الجيش السوري الحر نشكر الأخوة في المقاومة الإيرانية الذين يرصدون الحركات الإجرامية لهذه الأنظمة الفاشية، كما نشكر إعلامهم المتميز بنشاطه في دول أوروبا والذي يفضح الممارسات الوحشية لهذه الأنظمة في المنطقة، كما نشكر السيدة مريم رجوي
رئيسة إيران المنتخبة، رئيسة المعارضة الإيرانية لمواقفها العادلة ووقوفها إلى جانب شعبنا العربي السوري ضد نظام المجرم الفاشي في سوريا. ونطالب الأمم المتحدة وشعوب العالم على تحمل المسؤولية بالعمل على حماية الأبرياء في مخيم أشرف وتأمين كل أنواع السلامة والأمان من نظامي المالكي والخميني الإجراميين والإفراج عن المختطفين السبعة والعمل على لجم النظام الإيراني الحاقد. ونؤكد أن المجرم هو واحد، سواء كان في طهران أو في دمشق أو في ضاحية بيروت أو في بغداد، إنه الإجرام الطائفي الحاقد التي تقوده عصابة نظام إيران المجرمة. كل الرحمة على شهداء مخيم أشرف وشهداء سوريا ولبنان الأبطال والخزي والعار لعصابة طهران الإجرامية. عاشت سوريا حرة أبية، عاشت المقاومة الإيرانية. المجلس العسكري في دمشق ورفها